مثل ما بتعرفوا كل العالم تعمل سيرفرات بمناسبة رمضان، لكن ماينكرافت ما فيها شي جديد. وانا اليوم جبت لكم 3 رشوش باكات على الجوال مشان تحلي ماينكرافت وتستمتعوا باللعب فيها. اوكي اصدقائي، مثل ما قلت لكم اليوم جبنا لكم 3 رشوش باك راح تلعب ماينكرافت ادمان بسبب دول الرشوش باكات قد مو خرافيين. انت عم تجمع اكل واكس بي مشان تاكل وتطور اغراض، لكن فجأة بتحس انه الاكس بي اخضر صار له سنين وقديم جدا وممل وشكله قديم كتير وما في شي جديد فيه. وانت من هون من عصبية بتروح بتنط على اللافا، لكن انا مشان ما تنتحر بسبب اكس بي شكله القديم واللي ملينا منه جبت لك اكس بي الملون. مثل ما شايفين قدامكم الاكس بي عنا تحت ملون. هلا تعال شوف نجرب هذا الاكس بي الملون. مثل ما شايفين عم نقتل، شوفوا الاكس بي اللي تحت ملون ونفس الشيء عم بضوي. شوفوا ما احلى، ليش ولا بيعطي اكس بي ولا لا؟ حتى مو بس هيك، حتى الرقم تبع الاكس بي ملون. وتركت لك رابط الاكس بي ملون تحت بالوصف، نزله واعطيني رايك بهذا المود. بعد ما ترجع من النظر قررت تروح تعمل بوشن نايت فيجن مشان تروح على كيف وتجيب ايرون، لاني بدك تعمل اون جورم. ما بعرف ليش بدك تعمله لكن بدك تعمله. وانت راي تعمل بوشن فجأة تتذكر انك ما بتعرف تعمل ولا بوشن، وهون بتنقهر كتير بتقول انا ليش لعب ماينكرافت خليني اترك ماينكرافت. لكن لا، انا جبت لك الحل. والحل هو يا صديقي انه جبت لك مود في جنب هاي الآلة اللطيفة لستة على كل البوشنات. من طريق هدول، من طريق هاي لستة راح تقدر تعمل كل البوشنات براحة بدون ما تروح على اليوتيوب تتفرج كيف راح اعمل بوشنات مثل ما كنت عامل انا. اوكي خلونا نروح للرشوش باك اللي بعده. بعد ما عملت آلة النزر رايت حطيتها مشان تحول كل دروعك وتولزك لنزر رايت. وتنبسط كتير لاني عملت اقوى دروع في ماينكرافت. والله تقرر تلبسهم وتشوفهم على حالك. بعد ما لبستهم وشفت حالك كيف شكل الدروع بتعصب كتير، بتقول يا ريتني مالي محول لون والدايموند احلى. وبتقرر هون انك تكب كل دروعك، لكن انا هون جبت لك افضل رشوش باك للدروع مشان ما تكب دروعك. بعد ما ركبنا الموت يا اصدقائي بتشوف تغير بسيط بالدروع، ولكن هالتغير فقط عليه خطوط جولد. هلا خلوني افرجيكم الدروع يا اصدقائي. هلا مثل ما شايف يا صديقي تغير الدروع 100 درجة من ابشع لاحلى بكتير. ما بس هيك حتى التولز يعني، لكن هالتغير جدا عجبني انا، وانا شخصيا بستعمله دائما لما بلعب ماينكرافت. اوكي اصدقائي، مع هون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى عجبكم روسوس باكات اللي فرجيتكم اياها اليوم، بتمنى تحطوها في السيرفرات تبعتكم اللي عملتوها من شهر رمضان. كان معكم رونكس ريكس، وبتمنى منك لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة. وبس، مع السلامة.